السلام عليكم، معكم سبايدر. رجعت لكم بمقطع جديد عن فورتنايت. اليوم يا جماعه المقطع راح يكون ردة فعل على لقطات غريبه ومستحيله صارت في لعبه فورتنايت، ولاول مره بالموسم الثالث راح نشوف هاكر، راح نشوف الهاكر هو عم يلعب. فبتمنى منك اذا ما كنت مشترك انك تشترك بالقناه وتفعل التنبيهات حتى توصلك كل المقاطع الجديده، وخلونا نوصل هذا المقطع ل 30 الف لايك. واذا كنت حابب انك تدعمني لا تنسى استخدام كود الايتم شوب HMX. وبس طولت عليكم، خلونا نبدا. اوكي، بالبدايه هليكوبتر كومبات طول الأسلحة المحذوفة. تمام، هليكوبتر ثانية. لا تدري واو، إذا رميت قنبلة الرقص على الهليكوبتر بترميهم. وات والله أنا قلت معقول يصير، قلت مستحيل، بس صارت يعني، قلت مستحيل، لا صارت. تخيلوا رجعوها. ها ها، اوكي استخدمت. شو هالحظ، شو هالحظ، روح انتحر. دمه واحد، اوه ماي جاد، عم الفكره دمه واحد كان لازم يموت. طيب اتوقع هذا هو مقطع الهكر. اوه شوف الايم، وات، شوف شوف شو عم يعمل بالاس ام جي، شوف السكار، شال اثنين، شوف 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 شوف، حتى من ورا الجبل، والهليكوبتر عم تمشي وحدها. لا بتوقع هو بيمشي الهليكوبتر ببدل مكانه وبيضرب. على فكره انا لاول مره بشوف هكر، يعني هو عم يلعب بالموسم الثالث لاول مره. هذا شو صار معه؟ كانه كان رح يموت من القرش بس اجى على المظله. اوكي وان شوت، كفو. في شيء بيصير، في شيء غريب. او ماي جاد، لا تضحك، لا تضحك على الثاني، ليه بدك ترقص؟ معني انا فورا برقص عليه. هذا عم يستنى مشان يساعده وحاطط له فخ آلة التطوير. صاحبه ما راح يرسبن، راح يضل فيها. طب الغباء، ليش ساعدت صاحبك؟ اذا في اوكي فكرت بشيله، يعني ليش تساعد صاحبك؟ ليش تساعدها اذا في آلة تطوير؟ يا جماعه بس يكون في آلة تطوير على باص الريسبون لا تساعد صاحبك بالمره. اوكي طور، كمان الاسلحه المحذوفه نزل عليه. يا اسطوري، على فكره والله كان بيموت، والله انه كان بيموت لو البناء بس خطوه واحده ورا. اوكي اخذ سمك، اخذ هاند جرايفل، شو؟ وجابها، بدي اجيبها بالسنارة الصين. تعال، وين رايح؟ ما في داعي تاكل سمكة. قالك ما كلت سمكة ممكن يعني اهرب منها بيكاكس. اوكي. سنايبر شال البعيد. شوف الحظ. وشاله. والله ما توقعت، مستحيل حتى الايمو عليه. بس السنايبر احيانا حتى لو بتأيم فبتروح لما كان بعيد واجت عليه. حظ حظ. شوف اللانش. ليه هلا؟ هاي بالصدفة، بالصدفة يعني 1% من اللاعبين اللي حتصير معه. وبعتقد هاد هاكر ولا شو؟ داية واحدة. اوكي بنا. طيب لا مو هاكر. اللي يا هكر يا اللي ضدها مبنق. شفتوا الكراش باد وين فاتت؟ اقسم بالله لو قاصدها عم يتحدوها على 2000 دولار وبيسويها 100 مرة ممكن ما تجي. اوكي يلا كسر جماعة التكسير من تحت. شالهم. اوكي لانشر لا، فكرت بشيل حاله. قلت ليش، ليش بدك تطير نفسك؟ ليه طيرهم؟ لا والله توقعت، بس ممكن تزبط معه، ممكن يرجع يزبطها، ممكن يرجع يزبطها. يلا يلا يلا. ايه اسطوري. يا رباه الحظ. بس انا كيف فاتح مظله ما بعرف.
خليه والله لا تساعده لا تساعده خليه مكانه قرش معفن هذا معه كل أسلحة المثك حتى البطاقة بتموت كل أسلحة المثك معك وبطاقة وبتنتحر يا عمي أفضل طور الأسلحة المحز ليش ما شوف حظه أولا كان لازم يطير الهليكوبتر لازم ترميه بعيد خصوصا بالله حظه حلو هلا شوف كيف عم يمشي وات وبنط اوكي سكن اكوامان القم 2 ضد 1 ولا شو 2 ضد 1 لا مناوب اللي ضدك طيرك والله انت شوف مكتوب انك تفوز يعني بدك تفوز حتى لو اجوا ضدك 100 خلص راح تفوز ما في كلام راح تفوز ها ماي جاد شوف البناء اللي مسويه يا اسطورة هو اللي جابه ما عاد علق خلص كلهم هم اللي جابهم بس اتوقع ما في ليفل قالوا لي اذا ما في ليفل معناها عم يلعب سيرفر خاص اخذ السلاح والله رهيبة هاي اللقطة لا وهاي جيم عادي طار واخذ السلاح يا اسطوري وات دخل جوا البوش فان جيم مان شوف كيف عم يدخل جوا البوش ماي جاد اللاج وجابه اتوقع لاج عنده وجابه يعني اسطوري طيب وات شوف هذا جلتش هو اصلا كان عم يجربها يعني بده اياها تضربه وبنفس اللحظه يضرب الطاقه غباء هلو يا سيرفر خاص يا العالم هدول دو او اكثر من واحد متايمين مع بعض يا اخي افضل طور شوف هدول جماعه فورتنايت خدماء يعني مثل طور الأسلحة القديمة هيك مجتمعين بالطور وعم يرجعوا ذكريات وحركات وتعال شوف الأسلحة الأسطورية تعال أو اشتري من عنا أتوقع اشتري عم معرض كأنهم عاملين معرض والله ما بعرف كراش باد محطة والله قلت معقول يسويها شكله مو شايف اللقطات بالمرة ما بيعرف انه بكراش باد على المحطة الله يرحمك شال الاول هو شال كانه شال سكواد هم بالقاربوا هذا حظه رهيب طلع لها بناء ايه كفو شاله طلع بناء من فكرت صار شيء ليش هيك عم يمشي بسرعة القرش قرش الله يرحمك الله يرحمك ما في أمل كمان هاد معه كل أسلحة المثك اجى عند اثنين يلا هيشال الأول ها مناوب والله مناوب شو والله ما فهمت بطول بارتي رويال دخل غير السكن وطلع صار مخفي اتوقع اختفى السكن ممكن يكون جلتش يا جماعه اللي بيلعب بارتي رويال بيعرف انا ما بلعبها بالمره هذا الطول هلا هاي الملكه صح لا تلي اخر شي بتشيلك تفضل دمها واحد هيلها واحد شوف الحظ حتى الملكة طب معك بناء سم انت قتله بكاكسو بنفس الوقت قتله لا
ولهنا يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ان شاء الله المقطع يكون عجبكم، لا تنسى اللايك والاشتراك، خلونا نوصل 1,300,000 مشترك باقرب وقت. اشترك اذا ما كنت مشترك واستخدم كود الايتم شوب HMX. وبس كان معكم سبايدر من قناه سبايدر جيمر. بيس اوت. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just...